السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسمي عبد القحطاني، نورتونا في برنامج حرق. اليوم مواضيعنا بتكون غريبة شوي، خلوكم معنا وخذ كوب من القهوة ويا كمار شغل فرن يا شيخ. لما جيت أشوف مقاطع اليوم الوطني كانت الأعداد جدا كبيرة، شيء جميل صراحة، ولكن كانت بعضها كبيرة بزيادة على الشوارع شوي، خاصة اللي على رجولهم، من وين جو وين سياراتهم، ولكن بديت أشك من وينهم جايين بعد ما شفت هذا المقطع. يا ساتر يا ساتر. أخي مريض. هذا شغال يحمل في الناس وينزل، حتى بيني وبينك أشك أنه ممكن يرفع الحوض كذا ينزله، مستعجل رجاء وراء كمية. أشك بيني وبينكم أنه هو سبب الأعداد الكبيرة هذه اللي بدون سيارات جايين. ولكن الغريب أني بعد شايف مقاطع عن مجموعة من الشباب جالسين يحمون. شوف معي. بيني وبينك أنا أتوقع والله أعلم أنهم شكلهم نفس الناس اللي جايين من التريلا يحمون، ولكن ليش؟ هذا هو السؤال. بعدين جاتني مجموعة من الفيديوهات، تم القبض. بالعادة تم القبض نشوف شخص شخصين ثلاثة أربعة، ولكن تم القبض هذه مختلفة. شوف معي الفيديو. 29 مواطنا ظهروا عبر مقطع فيديو وهم يضايقون المارة برمي عبوات بلاستيكية عليهم. تم القبض. يا بني آدم الله أكبر، 29 شكلهم كانوا متوقعين ما راح يجيبونه وزارة الداخلية. تم القبض يا عزيزي، ولكن بيني بينكم هنا بديت استغرب. 29 عدد كبير وفاضيين قاعدين يرمون على بلاستيكية على الناس، فضاوة درجة أولى، يوم وطني مفترض تحتفل، لا ارمى على بلاستيكية، هذه شغلتي اليوم. بيني بينكم أتوقع كني شفت واحد اثنين كذا جايين من التريلا، كاني بس ما لمتها كثرة. ولكن بعد شفت عدد الناس اللي نازلين التريلا كثير، التريلا ذي لها علاقة، بس طبعا ما في شيء أكيد. ها قلت لابد أن فيه أشياء، قعدت أبحث كذا وطلع لي هذا المقطع. 7 مواطنين ظهروا عبر مقطع فيديو في مشاجرة جماعية في أحد الطرق الرئيسة. تم القبض. بربيك وانا قاعد تحلل، قلت يعني المجموعه الاولى 29 كانوا مشغولين يرمون على بلاستيك، الله لا يشغلنا الا في طاعته، وهذول قاعدين يتهاوشون، انا متاكد انهم يتهاوشون مع الناس اللي بركبوا معهم التريلا اللي جاب سياراتهم كذا، او تحس انه كذا قالوا ايش دورنا، قالوا والله عاد شوف مهمه البلاستيك هذه ورميها على المواطنين هذه خلاص مشغوله، دبر نفسك باي هوشه، يوم وطني يا بني ادم لازم تتهاوش مع الناس. بس الموضوع ما وقف كمان هنا، بنت داخله للموضوع هذا بستايل كول اوف ديوتي. شوف معي الفيديو. مواطنه ظهرت عبر مقطع فيديو وهي تطلق النار من سلاح من نوع مسدس وتوثيق ذلك من قبل مواطن ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي. تم القبض. بيني بينكم هذه مظهرها جايه مع حقين التريلا، هذه شطحتها فوق شوي كذا، عيارها جاء فوق بزيادة، ما أظنها حركات تريلا.